بسم الله الرحمن الرحيم، وكل عام وانتم طيبين بمناسبة يعني قرب حلول شهر رمضان، وإن شاء الله يبقى علينا كلنا بخير وصحة وسلامة وتوفيق. واسمحوا لي إن أنا أبدأ كلامي بإن إحنا يعني شفنا نموذج من 3 وزارات بتقدم اللي ممكن حتى الآن يتم التعامل بيه من خلال هذا المجمع. وانا عايز اقول لكم ان احنا لما فكرنا في المجمع ده في 2015 يعني ما كانش ابدا واضح لكتير من اللي احنا بنتكلم معاهم فيه الهدف منه. يا ترى يعني ايه الكلام دوت؟ وكنا دايما بنقول ان المجمع ده هيعمل معانا نقلة كبيرة قوي، خاصة لو حطينا ده مع فكرة الحكومة الذكية دكتور مصطفى اللي احنا رايحين لها في العاصمة. احنا كنا بنتكلم كتير بانه احنا عايزين نطور بلدنا وعايزين نطمن ان احنا ماشيين بشكل جيد، ونتكلم في الفساد ونتصور ان الفساد ارادة سياسية فقط. لا، مش ارادة العاملين في الدولة ان هم يحققوا كده. لازم يكون في نستفيد من العلوم ومن التكنولوجيا اللي موجودة المتاحة في العالم عشان تساعدنا على ان احنا كل المستهدفات او كل الاهداف اللي احنا حطيناها ممكن تتحقق، واللي يبقى احنا بنتحرك وقت كتير قوي وبنضيع جهد كبير قوي وما بنحققش اللي احنا عايزينه. وخليني اقول لكم، هما يعني الدكتور معيد يمكن حط يعني اتكلم على الفلوس، لكن ده مش ده بس المطلوب، لكن هو حب يعني يقول ايه، انا يعني من خلال اللي انا هعمله ده انا هقدر اعظم الموارد بتاعت الدولة. وده بصراحة امر ايجابي، لان احنا كل ما هنجيب برضو ده فساد ان حد يتهرب من التزاماته المالية الدستورية طبقا للقانون اللي بتحددها الدولة ويتهرب منها، ده امر مش جيد وده فيه فساد ايضا. فمعنى انه بس انا حبيت اقول ايه، ان فقط في لوزارة المالية ان هو يعني يجابه التهرب الضريبي او ياخد مستحقاته، لا، احنا عايزين نثق في انفسنا. انا اتصور ان مجمع الوثائق المؤمنة هيضيف لبنة جيدة في ان احنا نبقى واثقين في انفسنا. لما نيجي نقول الشهادة دي محدش بقى يتحسب يقول لي لا دي ممكن تكون مزورة، ده ممكن يكون، لا مش هيبقى كده. بدام طلعت من المركز هنا خلاص بنسبة كام؟ 99.9. طب انا سايب 1% ليه؟ لان برضو يعني مش عايز اقول المستحيل، يعني مستحيل ان يتعمل ده، لكن بنقول يعني هيبقى قد يكون مستحيل. وبالتالي لما يجي نقول النهاردة الشهادات اللي موجودة مع الطلبة بتاعتنا في مراحل التعليم المختلفة زي ما اتقال، او في الجامعات ورسائل الدكتوراه زي ما بيتقال، خلاص كل واحد معاه وثيقة يصعب او يستحيل ان هي تبقى مزورة. انا بقول ده مع الجهد اللي الدولة بتعمله في الحكومة الذكية اللي هيكون في العاصمة الجديدة. حطوا الاثنين مع بعض وشوفوا النتيجة بتاعت الدولة المصرية هتبقى عاملة ازاي عند ان احنا نمارس هذا العمل بالطريقة ديت. فالفكرة كلها كمان بالاضافة لكده ان مش بس منع الفساد، لا، حوكمة اجراءاتنا. يعني النهاردة هديكم مثال، كان في تعدي كتير على اراضي الدولة وتعدي كتير على اراضي الاوقاف. ليه؟ لان الوثائق اللي موجودة بتاعت اللي خاصة بيهم ممكن تتزور، ولا يا دكتور مصطفى؟ فالناس في ناس ما عندهاش يعني كده وتقدم حاجة وتاخد بيها حاجة مش بتاعتها. وانا عشان كده بقول للدولة من فضلكم، اراضي الدولة يا دكتور مصطفى دلوقتي واراضي الاوقاف تطلع وثائق بيها بالكلام دوت. الوثائق دي يكون بس الامور يعني تدققت بشدة، يعني بدقة شديدة، ونطلع بيبقى عندنا مستندات دي ملكية الدولة. الارض اللي انا بتكلم عليها ال100,000 فدان دول بتوع الدولة، ما يروحوش لحد تاني الا بقرار ينقل ده وتتعمل اجراءات النقل بتاعته بورق مؤمن برضو، عشان
ما يبقاش في فرصة لحد إنه يخش يتعدى على أراضي الدولة مثلا وياخدها. فاللي أنا عايز أقوله، إذا كنا بنتكلم قبل كده في إن إحنا عايزين نجابه الفساد ونجابه التجاوز اللي ممكن يحصل ونجابه أيضا عملية الاختراق، هو أنا في الجمارك هدفي فقط في إجراءاتنا إن أنا أتحصل على الأموال، ولا أيضا أمنع دخول مواد خطرة على الأمن أو محظورة إنها تخش؟ الورق في فرصة للتجاوز، وأنا شفت حاجات كتير جدا خلال يعني من مش دلوقتي بس، حتى قبل ما أبقى في مكاني ده، وشفت قد إيه ممكن يتعمل ورق باسم جهات حكومية أو جهات سيادية في الدولة عشان يتسهل بيها دخول موضوع أمور في منتهى الخطورة على الأمن وعلى الصحة العامة يمكن. وبالتالي لما احنا بنعمل إجراءات متكاملة مع بعضها البعض، وزي ما انتوا شفتوا اللي طرح ده هو عبارة عن جزء من الأفكار اللي تم التعامل معها دلوقتي. بعد كده طبعا كل وزارة، لو قلنا كنا عايزين لنا يومين كل وزارة تقوم تقول لنا ايه اللي هي الإجراءات اللي هتعملها لصالح الوزارة اللي خاصة بيها في الاستفادة من هذا المجال. بالمناسبة المكان ده قد يقترب ثمنه من مليار دولار، بأرضه بحاله بمهتله. عشان ايه؟ طب يعني ده مبلغ كبير قوي ان احنا نصرفه. طب في حد من المنطقة يعني في عناصر من المشروع ده موجودة، ممكن تبقى موجودة في دول، لكن التكامل ده أتصور إن هو موجود عند دول قليلة جدا يتعدوا على صابع الإيد الواحدة أو الإيدين في العالم كله. إحنا بنتكلم على دولة جديدة، وأنا قلت لكم الكلام قبل كده، والكلام أنا بقوله مش أنا، لو عايز أفتتح كل يوم مشروع كل يوم، بس خايف عليكم، والله خايف عليكم. لو كل يوم في مشاريع تتفتح كل يوم كده، اتعملت ازاي؟ اتعملت بجهدكم وبفكركم وبإرادتكم وبأموالكم. لو عايز كل يوم مشروع بمستوى موجود، فكل شوية نطلع مشروعين ثلاثة كده عشان بس ايه يعني نطمن نفسنا ونطمنكم ان احنا ماشيين على الطريق الصحيح. انا بس اتصور ان احنا يمكن محتاجين نفكر كويس قوي في التشريعات التي يعني التي تجرم التجاوز. التجاوز بقى في المسار ده، مثال يعني الدكتور طارق بيتكلم على الكتاب المدرسي، وبيقول ان الكتاب المدرسي ده هيبقى بعد كده طالع من المطبعة بتاعت الحكومة، اللي هيعطى للطلبة عليه الباركود ده، وبالتالي ال 200 مليون كتاب بقوا من اللي مطلعهم احنا. طب حد يطلع هعمل بقى حاجه ثانيه ومطلعها واعرضها، طب المكتبه اللي هتعرض كده نتكلم معاها ازاي؟ طب اللي باع الكلام دوت نتعامل معاه ازاي؟ فلازم يبقى مع التطور ده يبقى في تطور في التشريع اللي احنا يشغلنا. وانا معرف يعني ده كلام موضوع فني وقانوني وقضائي، ده اللي احنا نفكر فيه ازاي بقى كل الكلام اللي احنا بنقول عليه ده نأمنه بتشريعات تجرم اي تجاوز فيه او اي محاولة لاختراقه. نبقى احنا عملنا الموضوع بشكل متكامل. انا عايز اقول لكم ان اللي احنا يعني انا مش هقدر اتكلم على كل ما يمكن ان يقدم من هذا المشروع للدولة المصرية، اولا لان انا ما اعرفش كل حاجة، ثانيا لان في كلام ما يتقالش ما ينفعش يتقال. لكن بقول لكم تاني النهاردة الدكتور اتقال كلام مهم انه الدكتور طارق، وانا هتوقف قدامه. البيانات والمعلومات كنز يا جماعة، كنز، وحاول تعبير صعب، وعورة. انا هحط على كارت الطالب كل البيانات وتبقى متاحة، ويبقى بيانات الطلبة كلها يعني
عايزين ننتبه قوي قوي ان احنا واحنا بنتيح البيانات ديت ان الانساق بتاعت والمركز هنا عنده القدره دي، والنظام اللي احنا عاملينه بتاع قواعد البيانات يا دكتور مصطفى معمول في الحكومه ان مش كل واحد يطلع على الجزء الخاص بيه. يعني لو انا رايح النهارده تامين صحي مثلا ومعايا الكارت او البطاقه الخاصه بيا، اخش على المستشفى اللي انا هعمل فيها هاخد منها الخدمه تشوف على التاريخ الطبي بتاعي، لكن ما تشوفش بيت حاجاتي، ما تشوفش انا اي حاجه تانية. كل جهه معنيه بالبيانات هتشوف البيانات الخاصه بيها، لكن البيانات العامه دي مش هتبقى متاحه ان انا اي حد يشوف كل حاجه، ما ينفعش. فنرجع تاني واقول خلي بالنا ان احنا واحنا بنتكلم على القدره التكنولوجيه لازم برضو نبقى عندنا تقدير وتقييم لمخاطر القدره التكنولوجيه، ما فيها ليها مميزات ولازم نبقى برضو متحسبين ان يكون ليها اي شكل من اشكال الضرر. ارجع تاني واقول ان احنا محتاجين ان احنا نوثق كتير جدا من بياناتنا خاصه الحكومه. يعني ارجع اقول ايه، هاتوا لي حصر بالاراضي بالمنشات اللي خاصه بالدوله ومدى توثيقها. يعني ليها وثيقه كده، وثيقه تقول ده بتاعت الدوله. صدقوني كتير من الكلام ده مش موجود. اللي بيعرف الحكايه بقى يعرف ان المكان ده ممكن يبقى فيه كلام من ده، يخش ويشكل مركز قانوني ضدي يعني او ضد الدوله، ودي بتاعتي، ويخش بالمحكمه وانا هحترم حكم المحكمه. فاحنا محتاجين واحنا بنعمل كده نحيي كل البيانات وكل الوثائق وكل التسجيل، ويتم التسجيل دلوقتي وفي خلال مثلا 6 شهور سنة نكون خلصنا هذا الموضوع. بس ان احنا في نهايته بنقول لدينا مش قواعد بيانات، لا لدينا عقود مؤمنة موثقة لكل ما لدى الدولة حتى الاراضي الكبيرة. يعني الدولة كلها المليون كيلومتر دول يبقى ليهم شهادة وليهم وثائق وكلام من هذا القبيل بالاستفادة من اللي احنا موجودين فيه. دي بس حبيت كمقدمة خاصة بمركز الوثائق المؤمنة. ومش هنسى ان انا اوجه الشكر لكل العاملين وكل اللي اجتهدوا خلال يعني ال5 سنين اللي فاتوا عشان يخرج هذا المجمع بالشكل ده. وهقول تاني لهم وللي موجودين، من فضلكم لا تنسوا ان التطوير عملية ما بتتوقفش. مش عايزين واحنا موجودين في هذا المجمع نقول ايه لدينا احدث تكنولوجيا، لدينا احدث قدرة خلاص. لا، احنا دايما في عندنا ناس، احنا الناس اللي تم اختيارهم هنا ناس من افضل شباب مصر، لا كان في مجاملة ولا في محاباة، ده درجات علمية محترمة واختبارات وكده. فاحنا عايزين نستمر في موضوع يعني عملية التطوير بحيث ان احنا ما نتوقفش، ويبقى دايما الجديد بيتعرض علينا ونشوف هنعمل ايه. ارجو من القائمين على العمل هنا من فضلك اهتم بالصحة العامة للقائمين في المجمع. اهتم بالصحة العامة للقائمين بالمجمع. الصور بعضها في وزن زيادة، وانا ارجو ان محدش يتألم من كلامي ده. لا، الدول المتقدمة بتعمل المدير الكبير اللي موجود بيعمل برامج عشان يحافظ على كفاءة موظفيه او العاملين عنده، وده حقهم. انما مش يشتغل بس، لا ده يشتغل وخلي بالي منه واشوف وصحته ويبقى ليه لقاءات معاه. يعني ده موضوع يعني مش هتكلم فيه كتير، لكن وما اقصدش بالكلمه اللي قلتها دي اي حاجه غير لا ده احنا بنبدا في بدايه الموضوع، يبقى في مثلا نشاط رياضي الصبح او كده، وفي مراجعه طبيه للصحه، لان الناس دي عقول نيره وتدريبها تدريب كبير، واحنا مش بنخاف عليها عشان بس هي كده بس شكلها مش جميل. يعني انا خايف عليهم بس لا والله انا خايف عليهم وخايف على كل مصري. بس يا ترى احنا يعني فننتبه للنقطه دي. احنا امبارح كنا بنفتتح مش بنفتتح احنا كنا امبارح بنحضر حصاد جزء من المحاصيل المزروعه في احد المشروعات القوميه. وانا
لما بكرر الموضوع دوت وبكرر موضوعات اخرى، الهدف منها ان انا اسجل للحكومه واسجل لكل من بيقوم بجهد كبير في بناء الدوله وفي بناء قدرتها، لا بناء الدوله وبناء قدرتها، التقدير والشكر على اللي بيعملوه، بقول لهم يلا ونستمر. وبالمناسبه كل ما تلاقوا تحدي قدام منكم قلقكم ما يتحولش لخوف او تردد او كمون، لا، كل ما يبقى فيه تحدي، كل ما يبقى فيه تحدي، كل ما يبقى فيه عمل واراده من حديد لان احنا نتجاوز ظروفنا ونأكد ان احنا دولة. ده احنا كنا عاملين الاحتفال بتاع لحكام لمصر من 3500 ل 4000 سنة، كانوا قادة وكانوا وطنيين ورسموا وكتبوا في التاريخ على مدى 4000 سنة حبهم لبلدهم. واحنا برضو لما عملنا النقطة دي كنا عايزين نقول خلي بالكم الدولة دي مش دولة من زمان قوي، ومن زمان قوي الأيام ما كانت المية بتنزل محدش كان لا بيمنحها ولا حد كان بيوديها، هي بتنزل كده، ربنا خلى المية تروح هناك وتجيلنا هنا واتقامت الحضارة ديت، والحضارة دي هتستمر، والحضارة اللي احنا موجودين فيها دي هتستمر. هتستمر بإيه؟ أرجع بس للمشروع الأول وبقول هتستمر إزاي. المشروع اللي احنا كنا بنتكلم عليه وفي مشاريع زيه بتتعمل، كان الهدف منها إن احنا نستفيد استفادة حقيقية أكتر من مرة واتنين من المية اللي موجودة. وعشان كده بنقول المية اللي موجودة ديت المحطة بتتعمل هناك عشان تاخد مية صرف زراعي وصرف صحي، كانت بيتم إلقائها في المكس، هيتم معالجتها وهتستخدم في الزراعة. وأنا بقول الكلام وبكرره ليه؟ عشان يمكن الناس أنا بشوف يعني لما بلاقي تغطية لمشروع بيتعمل فبلاقي الناس بتتكلم، بس يمكن حد ما شاورش قوي على موضوع على احد الحاجات المهمه دلوقتي اللي احنا بنتكلم فيها. فبقول ان الميه اللي بنتكلم فيها ديت كانت بتلقى بتستخدم مره او مرتين وبعد كده خلاص يعني ما تستخدمش تاني. احنا ما عملناش كده، احنا قلنا لا، هنخلي كل فرصه موجوده عندنا في تعظيم الاستفاده من الميه هنعمل لها المشاريع الخاصه بيها مهما كان تكلفتها. وانا هقول لكم على رقم خاص بالميه بس في الحته دي اللي هو المحطه اللي انا بتكلم عليها اللي هي محطه الحمام. انا بتكلم على دي بس 15 محطه رفع ميه عشان ناخد الميه من منسوب منخفض الى منسوب مرتفع في محطه الحمام. ليه؟ لان احنا زي ما قلت امبارح كده ان الميه كانت بتيجي من اسوان لغايه الدلتا، دي ميه بتمشي بالانحدار الطبيعي للارض، فاحنا ما بندفعش حاجه، جايه من العالي انا اسف للمنخفض، وبالتالي مش محتاجين اكتر ان احنا يعني البنيه الاساسيه بتاعتنا كانت الترع اللي موجوده كانت بتساعد على كده. طيب لو انا النهارده حبيت اعمل الميه دي، اعمل المحطه دي في نهايه الاستخدام بقى هودي الميه فين؟ اعملها وارميها البحر ولا اعملها واستفيد منها في اماكن تانية؟ طيب في مكانين دلوقتي موجودين احنا عملنا فيهم كده، واحده في المحسمه في سينا دي مليون متر، ودي تم افتتاحها من حوالي 8 شهور ولا 7 شهور، والمحطه الثانيه المفروض ان هي خلال يوليو هنفتتحها، ودي 5.6 مليون متر ميه، كنا برضو ميه صرف زراعي وصناعي وصحي، لكن احنا بنستخدمها يعني بنعمل محطات طبقا لمعايير عالميه يا جماعه، يعني مش بناخد ميه هنحط نزرع بيها، لا لا، ده هيتم معالجتها تبقى زي ميه
الشرب. فبس هتروح فين؟ اقدر ارجعها تاني من المنخفض لغايه العالي؟ صعب. فكان المسار فين؟ ندخلهم على الاراضي اللي موجوده فين؟ في سيناء. يبقى عملنا يعني حققنا عده اهداف في وقت واحد. تنميه سيناء، الاستفاده من الميه، زياده الرقعه الزراعيه بتاعتنا، توفير فرص عمل للناس، ثم كمان الفراغ اللي موجود في سيناء بشكل او باخر يتم ملؤه يعني. المحطه الثالثه اللي بنتكلم عليها هي محطه الحمام. عشان نجيب الميه من تحت لفوق حوالي 104 كيلو. حوالي 104 هيتعمل فيهم 14 15 رافع ميه يجيبهم من المنخفض لغايه المرتفع، ثم يتم معالجتهم معالجه ثلاثيه متطوره يخليهم زي الميه اللي قدام مني دي. يخشوا بعد كده ينزع بيهم فين؟ في منطقه محور الضبعه او وادي النطرون زي ما الدكتور مصطفى بيقول. طب يعملوا مليون فدان، يعملوا مليونين كده. طب هل تكلفتهم تكلفه بسيطه؟ لا. طب يعني الكلام اللي بنعمله ده بنعمله ليه؟ عشان انا بعمل اصل كلمه وعيد اللهم استطعت من قوه من رباط الخيل مفهومها عندي مختلف شويه. يعني الناس فاكراها القوه بس القوه العسكريه. لا. ده القوة الاقتصادية والقوة الثقافية والقوة الفكرية والقوة المعنوية، ده كله أعداد. الدولة مش قدرة عسكرية بس، ده قدرات متكاملة وبيسموها قوة دولة شاملة. عشان أوفر في المليون فدان دول ولا 2 مليون فدان فرص عمل للناس، إنتاج لمصر، استفادة من مية كان ممكن نستفيد منها بدل في مقابلة التطور السكاني. احنا كنا سنة يعني ساعة انا ما اتولدت تقريبا او 2011 كان 80 85 مليون، النهارده بنتكلم في 101، يعني في 10 سنين اكتر من 15 مليون. وبالتالي الطلب لدول بيزيد في حاجياتهم، وبالتالي لازم الدولة تتحرك لتلبية ده. انا بقول كده ليه؟ عشان احنا زي ما بقول كده بلقي الضوء على ده ليكم يا مصريين، واللي بيسمعنا يعرف ان احنا بنبذل كل جهدنا بان احنا بنعد نفسنا بشكل جيد، مش بان احنا بنرمي يعني همومنا واحمالنا على الاخرين. لا، احنا يعني بفضل الله سبحانه وتعالى بنتصدى لتحدياتنا وبنحاول ان احنا نحلها. وعشان كده لما بنقول نقطة المية مش هنتخلى عنها، مش فكرة أنا ما بتكلمش كتير. هو أنتوا كنتوا تعرفوا ده؟ طب في حاجات كتير قوي زي كده وغيرها ما تعرفوهاش بتتعمل عشان دي دولة. هي الدولة 100 مليون أي حاجة ولا إيه؟ هو التاريخ بتاع كل 4-5 آلاف سنة ده تاريخ بيعكس ايه؟ بيعكس عمق حضاري عميق. عمق عميق، مش عمق حضاري، عمق حضاري عميق للدولة ديت. فنرجع بقى تاني، فبقول عشان نوفر ده للناس. طب تكاليفه اقتصادية؟ أنا بقول لكم لا. خالص. التكاليف اللي أنا بقول عليه ده اقتصادية؟ أبداً أبداً. انما هي تكاليف امتلاك القدره. تكاليف امتلاك القدره. نرجع تاني لموضوع الميه، وبقول تاني ان مثلا زي مشروع تبطين الترع. المشروع ده يعني كل يعني كان وزير الري بيحلم بيه من زمان، يعني مش جديد. لكن احنا كان على طول تصدينا في اطار ايه واعده برضو، ان احنا ما فيش نقطه ميه ممكن نستفيد منها الا ما احنا بنستفيد. فدخلنا في موضوع تبطين الترع. انا بقى بتابع الراي العام ومواقع التواصل وشايف يمكن شكل من اشكال القلق. وبصراحه القلق بتاعكم له يعني مستحق ومشروع.
يعني اوعوا تفتكروا انه لا لا، ايوه تقلقوا وانا معاكم قلقان. حد يقول لك انت بتتكلم، اه طبعا مش بلدي وانتوا مش ناسي وانا مسؤول عنكم قدام ربنا وقدامكم. لا طبعا، ولكن هقول حاجه. طب يا ترى كل واحد قلقان على الميه، حريص على الميه. طب انا لما قلقت على الميه من امتى؟ تفتكروا من امتى قلقت على الميه؟ من 2011. من امتى؟ من 2011 اول ما بقتش ارتاح ولا اقدر اطمن. من 2011 تحديدا من 25 يناير عرفت ان احنا هيبقى عندنا مشكلة كبيرة قوي. انا بقول كده لكم عشان انتوا جزء، مش جزء، انتوا شريك اصيل في مواجهة التحدي، شريك اصيل في مواجهة التحدي، لان اللي حصل في 2011 ده كان هو المدخل للتحدي اللي انا بتكلم عنه ده. طب وبعدين؟ وبعدين يبقى احنا هرمي النهارده مخلفات في ترعه كانت متبطنه ولا مش متبطنه؟ لا طبعا. مش انت بتقول انك قلقان وبتحبها وخايف عليها؟ طيب هتعمل ايه؟ هتقول انا لوحدي؟ لا انت مش لوحدك، انت بتبقى ماشي وتقدر تعمل كتير لوحدك. انت تقدر تشيل حاجه من على الارض تحطها على جنب كده. لو كل واحد فينا عمل كده هيبقى فيه 50 مليون حركه في اليوم. ده لو عمل مره واحده، لو شال حاجه كده حطها على جنب يعمل 50 مليون حركه. حاجه مش بسيطه، لنقطه ميه من اللي موجوده عندنا. طبعا احنا كان دايما موقفنا من هذا المشروع يعني موقف مشرف جدا جدا، واحترمنا رغبة الشعوب في ان هي يعني يكون لها شكل من اشكال التنمية من خلال المتاح لديها. وكان كلامنا دايما بنقول لهم يا جماعة، وانا لما رحت البرلمان هناك قلت كده، قلت ان احنا في مصر نقدر التنمية وهذا الامر بشرط ان هو لا يمس مصالح مصر المائية. وكلامنا ما تغيرش. ولما وانا برضو بقول كده للاعلام، من فضلكم الخطاب بتاع رئيس الوزراء وهو عندنا قولوا للناس، طلعوا للناس، مش هو الكلام؟ طب طلعوا. انا ما غيرتش كلام، ما غيرتش كلامي في ان احنا نحترم التنمية عندهم عشان يحسنوا من احوال شعوبهم. انا بتكلم من تعالى هدوء اهو، بس في اطار ان هذا الامر لا يمس مصالح مصر المائية. ده كلام ما اتغيرش، وانا قلته في كل اوقات من قبل ودلوقتي وبعد كده. واحنا انتم متابعين طبعا التطورات ورد الفعل بتاع حد يقول لك ايه برضه لسه هتقول اشقان؟ ايوه طبعا اشقان، وتعنتهم وفرض امر واقع. يا جماعه لازم نكون بنتعلم من التحديات والمشاكل اللي احنا على الاقل عصرناها وشفنا حجم التكلفة اللي بتترتب على أي مواجهة. أرجو إن احنا كلنا، مش احنا في مصر، احنا في المنطقة، هو انتوا مشفتوش مواجهة زي 62 و67 عملت ايه؟ وتكلفتها على ايه؟ ما شفتوش مواجهة زي اللي حصلت من أشقائنا في العراق عملت ايه؟ وغيره وغيره. وبالتالي التعاون والاتفاق افضل كتير من اي حاجه تانية. وعلى كل حال احنا مع منسقين مع اشقائنا في السودان على الاجراءات، واحنا هنتحرك مع، احنا بنعلن وبناكد للعالم عداله القضيه بتاعتنا وفي اطار القانون الدولي. وبالتالي بقول في اطار القانون الدولي
والأعراف الدولية ذات الصلة بحركة المياه عبر الأنهار الدولية. نتحرك أكتر، ننسق مع بعضنا أكتر، أشقائنا في الدول العربية والإفريقية هيطلعوا على الأمر وهم بيشوفوه دلوقتي بالتجربة والنتائج بتاعتها. في النهاية أنا بقول لكم تاني وبقول للأشقاء في أثيوبيا، بلاش إن احنا نصل لمرحلة إنك أنت تمس نقطة مية من مصر، لأن الخيارات كلها مفتوحة، الخيارات كلها مفتوحة. وتعاوننا أفضل، تعاوننا أفضل، نجري ونبني مع بعضنا أفضل كتير من إحنا نختلف ونتصارع. وعايز أقول لكم على حاجة، أنا لمست خلال يعني السنين اللي فاتت إن في عند أشقائنا في أثيوبيا شكل من أشكال يعني الشعور يعني بعدم الراحة، لأن المية دي بتروح مصر كده. أنا بتكلم على مين؟ على الرأي عام. لا، طب ليه؟ اللي إحنا كلنا مع بعض، وفي الآخر ده موضوع ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيعمله وهو اللي عمله، واللي نزل المية هناك ربنا، واللي خلاها تيجي هنا مصر ربنا. ما احنا لو كانت الارض مش مرتفعة عندنا ما كانش جت حاجة، لكن هي جاية في مسار ربنا سبحانه وتعالى ما حدده، واللي عمله ربنا مش هيغيره البشر. تاني، عندما تجد نفسكم يا شعب مصر كل ما تتضايق اشتغل اكتر، ابني اكتر، عمر اكتر، انتبه اكتر، احرص اكتر. وقبل كل ده في رب مطلع على الشرفاء والامناء والمخلصين وهو قادر على نصره. شكرا جزيلا. سيد الرئيس، بنستأذن سيادتك يا فندم في بدء جولة تفقدية إذانا بافتتاح مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية.